مساءكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الرابعة نوميديا. وزارة التجارة تقوم بإنشاء خلية إصغاء لمتابعة عمليات التصدير ومعالجة العراقيل التي تواجه المصدرين الجزائريين. هذه الخلية التي تسعى أيضا لتقديم الحلول وتقريب الإدارة من المصدرين ومرافقتهم لتسويق منتجاتهم نحو الخارج والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات. إذن للحديث عن دور وآليات هذه الخلية المستحدثة من قبل وزارة التجارة، أسعد باستضافة السيدة وردة بوهالي، وكيل معتمد لدى الجمارك وعضو الفيدرالية الجزائرية للاستيراد والتصدير والتجارة الدولية. أهلا بكم سيدتي. أهلا بك. أهلا بك. كما أسعد أيضا مشاهدينا باستضافة السيد فرحات بن طبي، مستثمر ورئيس جمعية الشراكة الجزائرية المجارية سابقا. أهلا بكم سيدي. شكرا على استدعائنا لهذه الحصة. أهلا بك. بداية أبدأ ربما معك سيدة بوهالي، بداية ما هي آليات هذه الخلية المستحدثة من قبل وزارة التجارة؟ ما هي الآليات التي يمكن أن تعتمد عليها لمساعدة ومرافقة المصدرين الجزائريين في تسويق منتجاتهم نحو الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما يعرف الجميع، المصدر الآن عنده مشكل يعني المنتوج موجود ومتوفر متوفر والنوعية متوفرة. المشكل هو مشكل كيف يصل المنتوج إلى السوق الدولية الخارجية. يعني هو مشكل نقل وتكاليف النقل الباهظة، يعني اللي المصدر يبدأ عملية التصدير ومن بعد يتوقف لأنه يجد نفسه أنه يعني سعر النقل أغلى من سعر المنتوج. يعني ما راحش يكون كومبيتيتيف يعني في السوق الخارجي. نعم. يعني وهذه الخلية كيف يمكن ربما أن تساعد المصدرين الجزائريين في التسويق لمنتجاتهم نحو الخارج؟ يعني ربما تسهيلات الآن يعني الحمد لله كاين تسهيلات في الإدارة، في يعني الجمارك، في الميناء، لكن في لو يعني يكون عندنا وسائل نقل يعني جزائرية. نعم. يعني لتفادي ربما التكاليف الباهظة. رانا نتعاملوا أكثر مع شركات أجنبية للنقل. نعم. يعني ويكون انتظام في الرحلات. نعم. هذا يعني يساعد المصدر انه يبعث يعني المنتوج تاعو نحو الخارج. وكذلك في مشكل النقل الداخلي. يعني الجزائر يعني الله يبارك واسعة، يعني من أضرار ولا من الصحراء. نعم. باش يوصل المنتوج يعني للميناء ولا للمطار في تكاليف نقل ثاني. يعني نعم سيدة بوهالي، انت ربما تركزي اكثر على ربما الصعوبة اللي يوجدها المصدر اللي هي ربما النقل. طيب سيد فرحات، هل انتم متفائلون ربما باستحداث وزارة التجارة لهذه الخلية التي استحدثتها ربما لمرافقتكم انتم كمصدرين جزائريين لتصدير منتوجاتكم نحو الخارج؟ شكرا. احنا تكلمنا هذا الموضوع نتاع العقبات اللي يواجهها المصدر. تكلمنا انها تكون كاينه لجنه تكون من التجاره للفلاح لوزاره الفلاحه، وتكون فيها باحثين يكونوا جزائريين، يكون ربما تنسيق ما بين وزارتي التجارة الفلاحة والتجارة. مع وزارة الفلاحة، لأن نعم. احنا اليوم واش نصدروا؟ بخلاف البترول لازمنا إلا الفلاحة هي اللي تعتمد عنها البلاد. اليوم احنا يعني نطلبوا من وزارة التجارة أنها
تشارك وتكون لجنة مع وزارة الفلاحة اللي فيها باحثين جزائريين اللي منهم جامعيين ونقولوا احنا يعني مطورين لطرق استغلال المواد الغذائية اللي راها في الجزائر. اولا نقولوا يعني مثلا توجد يعني في الجزائر تقريبا نقدروا نصدروا يعني مثلا منتوجات كثيرة عندنا باش تصدر يلزم كي تكون هذه الخلية نروحوا دائما كيف نوجدوا لها باش تكون تتباع في الأسواق العالمية. نعم. يلزم هنا العقبات اللي رانا نواجهوها احنا لازم نديروا معامل للتعليب والتغليف. نعم. احنا هذه ذكرناها في السابق باش تكون عندنا مثلا الصادرات نتاعنا تكون في الخارج ما عندهاش مشكل، يعني كي تكون معلبة ومغلفة في الجزائر راح تكون في السوق تتباع بثمن بطريقة سهلة وثمن سهلة. نعم. لأن احنا عندنا علاقاتنا اللي راني عندي علاقاتنا مع المجريين مع الروس مع الصينيين مع الكوريين في هذه المجالات، يعني كاين نقولوا مواد غذائية ومواد فلاحية. نعم. كثيرة باش نصدروها، ولكن المشكل تاعنا دائما مربوط بالتغليف والتعليب. احنا نطلبوا ان تكون عندنا لجنه تتبع هذه الامور باش نديروا معامل هنا، ولو كان نقولوا احنا عند مستثمرين صغار باش يديروا الامر نتاع التعليب والتغليف باش يجينا سهل في ثانيا عقبات اخرى لازم تكون مثلا تكون مربوطه الرقمنه. نعم. الرقمنه من بدايتها من بداية المنتوج من عند الفلاح حتى للجمركة. نعم. تكون كله مرقمن عند البنك عند كذا، تكون الأمور يعني سهلة، ربما قاعدة بيانات ومعلومات قاعدة كل الناس تعلم، لجنة الفلاحة تعلم، الأمور التجارة تعلم، كل مرقمن. نعم. الآن هذه نقطة. النقطة الثانية ثاني تكون كاين بالنسبة للتصدير نتاع رايح نصدر أنا ونبقى ننتظر في الميناء، لازم الملف نتاع الماده اللي راح نصدرها يكون الوثائق واجده قبل ما يلحق هذيك الحاويه تلحق للميناء باش تركب في النقل. ما تبقاش تنتظر في الميناء والانتظار تاعها والانتظار تاعها هذا يكلف اثمان. اللي هي اختي على بالها بالامور هذه نتاع الجمركه اللي يلزمك لازم ما يكونش عندنا ميناء جاف. لازم بالرقمنه من عند المكان تاعها تمشي ديريكتومون تروح. نعم. للمصدر تكون قاعده بيانات هذه هي. هذه ان شاء الله احنا نطلبوا من وزاره التجاره انها يعني تدير هذه بعين الاعتبار مع وزارة الفلاحة. نعم. سيدة أبو هالي، هل ربما تشوفي أنه هذه الخلية راح تتمكن من تقديم الحلول اللازمة لمساعدة ربما المصدرين من أجل تجاوز العقبات اللي تحدثتي عليهم أولا، وثانيا تمكينهم من تصدير منتوجاتهم نحو الأسواق في أوروبا أو في ربما في دول أخرى؟ طبعا هاد اللجنة يعني شيء جميل، راح تكون أذان صاغية يعني للمصدر من قبل، يعني تلقى المصدر يتخبط في المشاكل نتاعو ما كانش أذان صاغية. يعني كاين مشاكل في مثلا المنتوج لي برودوي فيتوسانيتير، يعني كاين عقبات يلقاهم المصدر. احنا كما قال الأخ يعني ماذا بينا لو البضاعة توصل للميناء، يعني نكونوا عملنا الإجراءات قبل ما توصل البضاعة للميناء، يعني كي توصل تكون جاهزة ربما. نعم. لتصدير مباشرة. احنا كان عندنا تجربة المنتوج يجي من الصحراء. نعم. يعني يوصل يعني ان كورس كونتر لا مونت في نفس اليوم، الباخرة تمشي في نفس اليوم، يعني يعني المصدر ما يلقاش راحته يعني في ربما تصدير المنتوج ديالو كما ينبغي. كما تكلمت من قبل يعني مشكل تاع الرحلات، يعني انصدام الرحلات،
ما عندناش خطوط يعني مباشره مع بلدان اللي راح نصدروا لهم اللي نصدروا لهم، وممكن يعني يكون المنتوج نتاعنا ياخذ قسم كبير يعني من السوق نتاع. نعم، اذا ربما مرافقه المصدرين لتسويق منتوجاتهم. طبعا يعني حاجه مليحه هذه، يعني الخليه هذه يعني راحت المصدر وال يعني الكل، الاقتصاد الوطني ايضا، الاقتصاد الوطني. نعم، ككل. طيب سيد فرحات، هل حان الاوان اليوم ان التوجه او اعطاء دفع جديد لترقيه الصادرات بدل الاستيراد؟ نعم، يعني هذه احنا اليوم بلدنا يعني بوابه افريقيا. نعم، كل دول العالم راها تنتظر فينا باش نعكفوا على زنودنا باش نكونوا يعني من الدول المصدرة على غرار هذا المواد النفطية والبترول، الخروج من الريع النفطي. الريع النفطي احنا اليوم ان شاء الله في هذا في هذه اللقاءات اللي لازمين نديروها كما الدول، لان الدول انا حسب ما زرت الدول قارة آسيا، نقولوا احنا الصين نزورها بكثرة. يعني هما دائما عندهم كل شهر كل شهرين انهم عندهم اجتماعات في كل المجالات يشوفوا شنو هما العقبات وشنو هما ما كانش يديروا يعني دراسة للوضعية. نعم، ولكن الدراسات لازم نكونوا مجتمعين، الفلاح يجتمع، المصدر يجتمع، المنتج يجتمع. كي تكون هنا راح تكون اللجنة اللي حكيت لك عليها في الأول تساعد هذه العقبات اللي باش تحل المشاكل قبل ما نتورطوا في المشكل. نعم، تطلبوا يعني من وزارة التجارة أنها ربما تنظم لكم اجتماعات دورية بينكم أنتم كمصدرين وفلاحين، يعني باش تطوروا من هذا النشاط. وهذا هو الحل اللي نروحوا ليه أبعد، مثل الدول الدول المتصدرة ما فاتونا، الدول المتصدرة حتى يعني الدول. احنا الأراضي الآن الخصبة نتاعنا اللي تنتج كل شيء هما راهم يتمناوا الآن. العالم في السابق كان جيعان باش يحوس ياكل، الان راه عادي يبحث. استسمحك سيد فرحات، مشاهدينا نستمع الان الى اذان العصر بتوقيت الجزائر العاصمه وما جاورها من مدن، ثم نعود لاستكمال ما تبقى من النقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حان موعدنا مع صلاه العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا
الصلاة في بيوتكم، الصلاة في بيوتكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. آمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نعود مشاهدينا الكرام لاستكمال ما تبقى من النقاش. كنا نتحدث مع السيدة فرحات أنه حان الأوان لإعطاء ربما دفع جديد لترقية الصادرات بدل الاستيراد. كما قلت لأختي، الدول اللي راها الآن تنظر فينا احنا بوابة إفريقيا. نعم. احنا الآن مثلا الحدود اللي تربطنا ما بين مالي والحدود النيجر الدول الإفريقية، لازم تكون عندنا يعني حدود شاسعة، لازم تكون مفتوحة للتبادل التجاري، تبادل تجاري، ولازم تكون كاين كما قبيل تكلمنا مع الأخت على بنوك يترك البنك، لازم تكون فتح بنوك في الدول، فتح بنوك. هذو هما العقبات اللي راهم الان تقريبا يعني بالنسبه للمصدر عنده عقبات من هذو. احنا نطلبوا ان شاء الله من وزاره التجاره ووزاره الفلاحه يكونوا مربوطين ويتعاونوا مع بعض في هذه المجالات. سيد فرحات، واليوم انه الجزائر ربما حان الوقت للاعتماد على تصدير المنتوجات المحليه اكثر والخروج يعني من الريع البترولي، خاصه مع الانخفاض في اسعار النفط. نعم. يعني احنا عندنا صادرات كبيره، يعني من نوع اولا أنا قلت لك شنو هي المنتوجات اللي راهي تعتمد عليها الجزائر؟ المنتوجات الجزائرية الآن عندنا منتوجات الله مبارك في كل خير كاين. أولا بالنسبة للمنتوج يعني مثل التمور، نعم، منتوجات فلاحية المنتوج الثاني مثلا نقولوا احنا الرمان. الرمان راه يخرج حتى للصين، الكوريا. أنا عندي ديجا طلبات باش نخرج الرمان، نصدر فاكهة الرمان نحو الخارج. نعم. كاين التينشوكي. التينشوكي الآن 1 لتر من يد تينشوكي تساوي تقريبا يعني اثمان باهظه ربما بالثمن نقولوا احنا بالاورو. نعم. يعني تقريبا 8000 اورو لتر. يعني الجزائر يعني غنية ربما، خاصه في المنتوجات الفلاحيه. وهذا التينشوكي مثلا درت دراسه عليه مع الكوريين وكذا، كانوا في المكسيك ياكلوه التينشوكي هذا، ياكلوه لان يعني نقولوا احنا ياكلوا على لماذا؟ على جال الصحة نتاعهم، لأن احنا المنتوجات تاعنا الآن في أفريقيا كلها صحية. نعم. الآن ما من الدول هذه الأوروبية اللي راها عندها مثلا الفاكهة والخضروات وكذا دائما فيها المواد الكيميائية وفيها كذا، ما هي صحية. هاك شفتي المواد طبيعية في الجزائر، طبيعية في الجزائر وفي أفريقيا. كل المواد نتاعنا ثمنها غالي. الشيء اللي مخليها في السوق ما هيش نقولوا عندها تصدر هذا المشكل هو التعليب والتغليف فقط. إذا كان بدينا في التعليب والتغليف، تونس كانت تدي تمورنا منها مسروقة من الجزائر، وتعاود تغلفها وتبيعها بالعملة الصعبة. نعم. باللي راها يعني تمور تونسية. نعم. وهي تمور جزائرية. نعم. احنا هنا لازم هذا الشيء وزارة التجارة تتبع هذه الأمور، وهي وزارة الفلاحة، ونشكرهم إن شاء الله على هذه الأمور فسابقا على يعني على هذه الخلية اللي راح تتكون إن شاء الله وتكون مستقبل ظاهر في تسهيلات، ربما في معالجة المشاكل المصدرين والمشاكل لتسهيلات للصادرات الجزائرية. طيب سيد فرحات، سيدة أبو هالي، كيفاش ربما تشخصوا وضعية التجارة الخارجية الراهنة اليوم؟ كيفاش تشوفوا التجارة الخارجية؟ ربما تصدير تاع المنتوجات للدول الأوروبية، كيفاش تشوفوا؟ هل تشوفوها يعني سوء، يعني تقدر الجزائر أنها تعتمد على تصديرها في لبعض المنتوجات، أم أنها يعني تكتفي بالاستيراد فقط لهذا لبعض المنتوجات؟ لا، يعني لازم تكون عندنا سياسة نتجهوا للتصدير، يعني نعم. ندخلوا العملة الصعبة مش نخرجوا، يعني
العملة الصعبة. وممكن يعني ممكن جدا أنه نأخذ جزء كبير من السوق الدولي، يعني نعم. المنتوجات كما قال الأخ، منتوجات بيو، يعني عندنا نقطة واحدة لا بريكوسيتي، صادق عندنا برودوي يصدر عندنا في الجزائر يعني قبل يعني في العالم، يعني قبل يعني بشهرين ولا يعني بريكوسيتي دو الموسم نتاعو، الموسم نتاعو يعني، وفي الموسم هذاك راح يتباع يعني غالي. نعم. المنتوج المشكل كما قال ذكر الاخ التعليب والتغليف، التغليف يكون يعني سولون لي نورم باش وفق المعايير الدوليه، المعايير الدوليه باش يعني المنتوج نتاعنا ينافس المنتوجات يعني اخرى دوليه. شوفوا أنه لازم اليوم يجب أن تنشط التجارة الخارجية أكثر ربما خاصة في هذا الوقت، لازم يعني لازم تنشط، وهذا يعني الدور نتاع الدولة يعني من خلال السفارات، من خلال يعني مثلا الوزراء يعني يمشوا للخارج ياخذوا معاهم يعني رجال اعمال، تبادل تجاري، نعم. يكون لقاءات مع يعني والمنتوج المشتري يعني ما حش يجي عندك باش يشري، صح. لا انت تروح يعني انت تروح يعني الاسواق العالميه، الاسواق العالميه تاخذي المنتوج نتاعك نعم يعني توري لهم المنتوجات باش يعني يكون النوعيه ويكون التعليب، نعم. يكون يعني بحسب المعايير دوليه وفيها ايضا تنافسيه كبيره، يعني بعض المنتوجات ربما انت كمصدره تروحي تمدي يعني منتوج تشوفي مصدر اخر من دوله اخرى يقدم منتوج اكثر يعني معلب باحسن يعني احسن تعليب، وكما قلنا من قبل يعني الاسعار يعني كي يكون النقل وأسعار النقل باهظة في، نعم. الداخل وفي يعني والنقل البحري ولا بالطيارة، يعني مستحيل أن المنتوج الجزائري ينافس منتوج تاع دولة يعني مجاورة، نعم. لي يعني إذا لازم تبسيط ربما الإجراءات خاصة إجراءات النقل، إجراءات النقل طيب. لازم يكون عندنا النقل الجزائري يعني ما نعتمدوش على النقل في الخارج. طيب سيدة فرحات، ما هي في نظركم شروط نجاح المؤسسة الإنتاجية حتى تقتحم الأسواق الخارجية وتنجح في عملية التصدير؟ يعني المؤسسات الإنتاجية اليوم اللي راهي تنشط في الجزائر واللي راهي ربما عندها منتوجات محلية، وشنو هي الشروط اللازمة ربما اللي راح تشجعها أو تتوفر فيها باش تتوجه لعملية التصدير نحو الخارج؟ يعني المنتج احنا الآن رانا مركزين على الفلاحة، يعني الإنتاج الفلاحي. الإنتاج الفلاحي احنا الآن باش تكون عنده تسهيلات، تكون راني قلت لك تكون كاين متابعة مع وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة، أنه يكون كل شيء مرقمن. نعم. إذا كان كل شيء مرقمن كل شيء يجي سهل. احنا الآن عدنا طلبات في الأسواق، في الأسواق العالمية، عدنا اتصالاتنا مع رجال الأعمال مع المستثمرين في الخارج، كل يوم يكلمونا وكل ودائما معاهم في الاتصالات وراهم ينتظروا باش نكونوا احنا الأفارقة يعني وقتاش نكونوا في الأسواق، نعم. العالمية واجدين. يعني مثلا دروك تروحي كيما إيران دولة التمر تاع الجزائر احسن من تمر ايران، ولكن نعم. تمر ايران يتباع في الاسواق العالميه. لماذا؟ لان انا قلت لك التعليف والتغليب والامور مرتبطه، يعني يقعد دائما مشكل للتعليف والتغليف. احنا التمر عندنا تمر الان موجود ممكن هنا في طولقة او في مدن اللي فيها هذا نوع التمور ممكن ياكلوا حتى الحيوانات، ولكن في روسيا يعملوا منه حتى مشروبات للخمور، يستغلوه يعني كما يجب. إيه نعم، هذا التمر الأبيض ما نصدره فيه إحنا الأفارقة هنا يأكلوا الحيوانات، هم عندهم في روسيا يديروا به في المعامل يحولوه مشروبات كحولية، اللي أغلى مشروبات نعم. لماذا ولا إحنا يكونوا عندنا مستثمرين ويعملوا هذا الشيء، نعم. إحنا في الجزائر أنا الفائدة نتاعي أنه تدخل العملة للجزائر
انا ما يهمنيش انا حتى نخرجها ندير انا ما عملي هنا ونعود انا هنا في الجزائر ونصدر هذا المواد للدول هنا في الجزائر. نعم هذا هو التسهيلات هذه الاخرى يعني نقول انه تكون كاين الخليه اللي ذكرتها لك في الاول تكون الخليه هذه مرتبطه مع الباحثين والمتطوعين ومختصين ايضا باش تكون استراتيجيه. الناس راه تدرس في الجامعه وتدس في في المكاتب. نعم ماهيش ما عندهاش لازم لهذو الناس الجامعيين الدكاتره الباحثين لازم تكون يستدعاو ونشوفوا وين راهم واصلين. لان المواد دروك احنا المواد هذه نقولوا احنا الفلاحيه فيها مش خل الاكل، فيها مواد التجميل، فيها مواد كذا، فيها نعم. كذا، فيها صوالح بزاف. الان احنا بالنسبه للتسهيلات، تسهيلات اذا كانت ارتباط مربوط ما بين الوزارات كل شيء يجي سهل، تنسيق وزاري كل شيء يجي سهل. طيب سيدة بوهالي، هل حان الوقت في نظركم إلى التعجيل في اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بالتصدير وتنظيم سوق التصدير من خلال تجنيد كل الفاعلين في هذا المجال لاستغلال كل الإمكانيات الموجودة للرفع من الصادرات؟ لازم يعني وقت الآن ما يعني لازم الكل يتجند، كل واحد في يعني الدور نتاعو، كل في اختصاصه، كل واحد في الاختصاص نتاعو. كما قال الأخ لازم يعني نستغلوا حتى الخبراء نتاعنا يعني الجامعيين، وعندنا المهندسين، عندنا دكاترة، عندنا بحوث يعني اللي يفيدوا لهاد المصدرين باش في تحسين المنتوج نتاعهم يعني في النوعية. يعني كل واحد عنده دور يلعبه باش يعني ندفعوا هاد وتنظيم سوق التصدير ايضا، تنظيم سوق التصدير، وما نبقاوش يعني نعتمدوا على الاستيراد. الاستيراد راح يكون استيراد، راح يكون استيراد ربما المواد أولية مش موجودة يعني عندنا. نعم. استيراد للأجهزة ما نتجوهاش هنا، لكن المواد اللي توفر عليها الجزائر يعني المنتوج الجزائري والحمد لله عاد عنده يعني نوعية تحسنت نوعية المنتوج الجزائري. نعم. نقدروا يعني نحطوه في السوق في الخارجي يعني يتباع بسهولة. بسهولة يعني بسهولة، وكاين طالب، كاين نعم. طالب كثير المنتوجات الجزائرية. المشكل في يعني الواقع، شنو هي المنتوجات الجزائرية اللي تشوفيها انه لازم تركز عليها الدولة الجزائرية باش يعني تصدرها؟ يعني المنتوجات الفلاحية كاين صناعية لكن حاجة قليلة. المنتوجات الفلاحية يعني نقدروا نعم ربما عندنا البطاطا، عندنا التمور، عندنا البطاطا، عندنا التمور، عندنا الطماطم، عندنا القرعة يعني الكورجات. نعم. وصدرنا الزيتون. نعم الزيتون. يعني عندنا منتوج يعني عندنا ثروة يعني ثروة يعني لاباس. نتمناو يعني لهذه الخلية تكون نعم يعني تتعاون المصدرين. المصدرين ان شاء الله. نعم سيدة فرحات، الحكومة اتخذت في وقت سابق سلسلة من الإجراءات للحد من عمليات الاستيراد في الكثير من المنتوجات لتشجيع المنتوجات المحلية أكثر. ماذا تحقق وماذا يجب التعجيل بتجسيده على أرض الواقع من خلال هذا القرار؟ بالنسبة للحكومة دارت قرار يعني مليح بالنسبة للاستيراد باش نقصوا إلا الأمور اللي هي يعني خاصة الكماليات. الكماليات مثل مواد التجميل، مثل مواد هذو ما تعتبروا كلهم كماليات. كانت يعني تخرج العملة الصعبة بزاف، لأن الأمر الآن إذا كان احنا نبقاو في الاستيراد يعني إذا كان الحكومة راح تسهل استيراد يعني رايحين نروحوا لطريق مسدود. نعم. لازم الآن الحكومة تعكف على قد ما تقدر باش ما يكونش كاين استيراد. يعني تعتمد على المنتوج المحلي أكثر. المنتوج المحلي هو الأول، وإذا كان نقص الاستيراد راح يكون يكون كاين منتوج محلي عوضه. نعم. لأن علاه اليوم انتيا والله ناكي تلقاي قلم كما هذا واجد
ما تديرش ابتكار ولا ما تفكريش باش تنجي هذا القلم. ولكن كي تعود كاين الاستيراد هذا نتاع الكماليات موقف، راح نكونوا احنا كنا نبحثوا على منتوج جزائري 100% ونوقفوا المشكل تاع الاستيراد هذا. هل ساهم يعني هذا القرار اللي هو ربما الحد من عمليات الاستيراد في تنشيط المنتوجات المحلية وتشجيع المصدرين أيضا؟ نعم، هذا لأنه هذا سامحني سيد فرحات، لأنه المصدرين يعني عندهم منتوجاتهم وربما كانت تستورد، اليوم كي توقفت عملية الاستيراد يمكن هذا قرار تشجع يعني قرار يعني صعب في هذا الموضوع، لأن إذا كان كاين مثلا كما قال رئيس الجمهورية في السابق أن كاين منتوجات وحنا مثل العصير عندنا البرتقال ونروحوا نديروا نستوردوا صحيح إسبانيا يعني الآن أصلاً. هنا ماهيش لازمة، هنا لازمنا كلنا في كل المواد اللي عندنا منتوجها جزائري وفي كل مواسمها ما يلزمناش نروحوا للاستيراد، لازمنا احنا نكفيو رزقنا وعندنا الخير ونعطي نعكفوا على زنودنا وعندنا فلاحين يحبوا يخدموا وعندنا شباب يحب كذا. يعني قلت لك انا الامر الان قضيه تلاحم وتتابع. نعم، وكما راها قلت لك الدول من في قاره اسيا انهم يديروا دائما الانشطه والاجتماعات والتشاورات هذه اللي تخلي انك تروح لبعيد. نعم، اذا كنت في الشمال وانا في الجنوب وهذاك هكذا ماناش رايحين نروحوا. الهدف نتاعنا اللي هو اننا نكونوا دوله مصدرة في العالم. طيب نعم سيدة بوهالي، هل تعتقدي أن الجزائر اليوم تواجه مشكل متعلق بالتجارة الخارجية خاصة في الشق المتعلق بغياب منظومة وطنية مستوعبة لقدرات وإمكانيات البلد داخليا وخارجيا؟ يعني الجزائر اليوم تملك من الإمكانيات ما يكفي، هل تشوفي أنه لازم اليوم تكون منظومة وطنية أو استراتيجية ربما للمضي نحو هذا الطريق؟ والإمكانيات موجودة، يعني لابد من استغلال هذه الإمكانيات، يعني باش نقدروا يعني تمشيوا يعني نمشيوا في هذا الاتجاه. إمكانيات موجودة بشرية ومادية، ويعني فقط كيف يعني كيفية استغلال هذه الإمكانيات يعني نعم. باش نمشي ننجحوا في عملية. وتشوفوا أنه لازم استراتيجية يعني باينة، يعني تكون عندها ربما خطوات وخطوط واضحة يعني تمشي عليها ربما الجزائر والمصدرين باش ربما نواصلوا في هذا العمل. هو شوف يعني نقدر حتى نستفاد من تجارب، يعني تجارب الآخرين مش عيب ناخذ تجربة من بلد ناجح في هذا يعني منظومة ناجحة، مش عيب أن ناخذ هذه المنظومة ونطبقوها يعني في عندنا في الجزائر. الجزائر يعني نعم يعني جست لادابتي مع يعني الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه الظروف الحاليه تاعنا. نعم يعني. طيب سيده فرحات، ربما كاخر سؤال، ما هي الحلول التي من الممكن أن هذا الخليه المستحدثه من قبل وزاره الخارجيه، الحلول اللي يمكن تقدمها للمصدرين الجزائريين؟ أنا قلت لك في السابق أن الحلول يعني باش تكون التصدير يجي سهل، أولا يعني التسهيلات اللي هي نطلبوها حنايا من وزارة التجارة أنها الرقمنة. نعم، هذا من كبداية. ثانيا أنها تكون الخلية هذه يعني تناقش المواضيع اللي هي المواضيع نتاع الشيء اللي راه كاين بالنسبه للعراقيل تاع الفلاح وعراقيل، يعني تكون مربوطه ما بين الفلاحه والتجاره. هذه ثالثا انها تكون الوثائق اللي هي باش تصدري بها انت الصادرات باش تكون داخله في التسهيل، انها الوثائق تكون مرقمنه واجده قبل ما تكون الحاويات نتاعك او تصدير هذه المواد نتاعك، ما تكونش تنتظر في الميناءات اللي هي تكلف تكاليف
بالغة. وهذه الخلية هل ربما توجد كل هذه الحلول في الوقت الراهن؟ توجد الحلول، يعني قلت لك أن الحلول أنها لازم تكون مجتمعة وتناقش هذه المواضيع باش تمشي للحل. هذه هي النقطة اللي، لأن الخلية إذا كان ما تكونش مربوطة ببعضها وما عندهاش اجتماعات ماش راح توصل. طيب سيدة أبو هالي، بما أنكم ربما وكيل معتمد لدى الجمارك، تشوفي أنه اليوم الجزائر تمكنت من أنها توضع تسهيلات لدى الجمارك في هذا الخصوص؟ بصراحة يعني في تسهيلات كثيرة يعني في شنو هي ربما هاد التسهيلات؟ نعم، تسهيلات انه الجمارك يعني معانا في حتى السبعه تاع الليل مثلا، يجي جمركي على الخمسه تاع الصباح باش يغلق الشاحنه باش تمشي من الصحراء باش تمشي لميناء وهران ولا ميناء العاصمه باش يعني في تسهيلات، في تسهيلات. نعم. ممكن نتلقاو عراقيل، يعني مشكلة أشخاص، يعني مش نعم. مشكلة مشاكل ربما بيروقراطية، بيروقراطية مش مشكلة يعني لي تكست ولا كاين نصوص موجودة تسهيل، يعني تنص على تسهيل عملية التصدير، لكن في بعض المشاكل البيروقراطية اللي طالبوا انتم كمصدرين انها ترفع. ترفع كاين نقطة واحدة أخرى ثاني، العمل خلال مثلا خلال نهاية الأسبوع ولا نشوفوا في الدول الأخرى، يعني حتى في الليل يعملوا يعني باش يشجعوا التصدير في بلدان مجاورة، ويعملوا يعني في الويكاند كاين لي سيرفيس دو بيرمانونس يخدم، ويعني والحاوية تمشي. هذه ثاني ماذا بينا. نعم سيدة أبو هالي، كآخر كلمة ربما نفتح لك المجال. والله احنا يعني يسعدنا ان الوزارة يعني فكرت باش توضع هاد الخلية اللي يعني محتاجينها المصدرين، محتاجين خلية مثل هذه، وحنا كممثلين للجمارك ولا الإدارة محتاجين هاد يعني الخلية، ونتمنى يعني ان تكون ربما حلول على أرض الواقع، يعني على أرض الواقع. يعني مش نصوص، ويعني تكون حلول على أرض الواقع، وإن شاء الله تكون مستقبل يعني المصدرين إن شاء الله، والمنتوج الجزائري نتمنى نشوفه يعني في كل الأسواق. نعم. العالمية يعني. يكون أيضا ربما نمو في الاقتصاد الوطني، وما يعتمدوش أيضا على المحروقات فقط. لا يعني المحروقات هي محروقات الآن الخضراء، يعني الفلاحة ما نعم. توجه نحو القطاع الفلاحي أكثر. الفلاحي أكثر يعني خلق الثروة يعني في المجال الفلاحي الصناعي ولا في، لكن الفلاحي مهم جدا يعني. طيب سيدة أبو هالي، سيدة فرحات، ربما آخر كلمة بهذا الخصوص وبهذا الخلية ربما اللي استحدثتها اليوم وزارة التجارة. شكرا. احنا اولا نشكر إذاعة نوميديا على هذا الحصة، اللي هي الحصة هذه راح تكون تقدم مزيد من الارتباط بين المستثمر والمنتج والمصدر يعني. ونشكر كذلك وزارة التجارة على هذه اللجنة الخلية اللي دارت باش تزيد توسع ما بينها وبين الفلاحة، لأن احنا الآن ما تقريبا عندنا نعتمد إلا على الفلاحة يعني عندنا ثروة فلاحية، عندنا ثروة فلاحية. نعم. والمنتوج نتاعنا الفلاحي في الجزائر مطلوب بكثرة في البلدان، في القارات، قارة آسيا، قارة أوروبا الشرقية، يعني مطلوب كثير، لأن منتوج يعني عنده فيه فوائد كثيرة، لأن منتوجات الدول الأوروبية الفلاحية كلها مواد كيميائية ومواد، الآن راها كلهم موجهين ينتظروا فينا
باش تكون كاين التسهيلات هذه اللي قلت لك تاع الرقمنه فقط. اذا كان هذه التسهيلات مربوطه بالرقمنه والامور كلش الفلاح يعكف على رجل ايديه وانا ماذا بيا نعكف ونجيب المستثمر من الخارج باش نصدر له وتكون مرتبطه. وفيه ربما مستثمرين وفيه ربما يوجد مستثمرين حتى حابين اجانب يدخلوا. انا عندي عندي اجانب حابين يستثمروا في الجزائر. انا عندي علاقات مع قاره اسيا اللي هي الصين وكوريا عندنا حتى كوريين الان راهم ينتظروا من قبل الكورونا من الامراض هذه وراهم قاعدين ينتظروا باش يديروا استثمار في الجزائر اللي هي في استثمار فلاحي استثمار صناعي في احنا نتمناو انها تكون القضية الرقمنة هي اللي راح تخلينا كلنا نخدمه وما عندناش أتعاب. طيب ما عندناش عقبات. طيب سيد فرحات مشاهدينا نأتي الآن إلى الختام. قبل ذلك أشكر السيدة وردة بوهالي وكيل معتمد لدى الجمارك وعضو الفيدرالية الجزائرية للاستيراد والتصدير والتجارة الدولية. شكرا لك سيدتي. شكرا للدعوة. شكرا لك. كما أشكر أيضا السيد فرحات بن طبي مستثمر ورئيس الجمعية أو جمعية الشراكة الجزائرية المجرية سابقا. شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا لكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا نلقاكم في فرص أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.